يلا بينا اودي يلا. ايوه اربعه، استنى، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اهو السلم طلعنا اهو، قربت اكسب، خلي بالك. امسك دوري بقى، العب. يا عم بصمه بسيت العواجيز دي، انت مش المفروض جامد فضاء؟ ما تبصي حلو يا عم وتلعب جامد. هات طب وانت هتشوف. لما اشوف يا سيدي. امسك شوف بقى. الى اللانهايه رمى بعدها. احين يا نهار ابوكوا اسود. احنا مالناش دعوه بابا، اللي كان بيلعب الكوره سيف وباظ، احنا مالنا. ايوه حاج احنا مالناش دعوه. وانا مال انا بابا، ما هو باظ هو اللي شايط. انا مال انا. الحسنة تخص والسيئة تعم. ما تلحقنا يا عم، علينا النعمة، ما انتوا بايتين في البيت النهاردة، تعالوا. ما تلحقنا بقى باص ولا تصرف، اعمل اي حاجة بجناحاتك. كيف بقول لك ايه، انا هاجي لك ونطير. يلا بقول لك ايه، يلا اخلع بينا من هنا بسرعة. يا ولادي بس مصطفى انا ابويا باصص من الشباك. ودي تعالى نجري بسرعه على احسن، فضلنا قاعدين هنا يتعامل معانا كل ماشي. يا ولادي امال فين كركر وودي؟ خد يا دهن، خد انجز يلا ودي بالله عليك. افتح يلا الباب، يلا افتح الباب. انجز بقى ودي بقى وحياه امك، انجز يلا. هتروح مني فين؟ هتروح مني فين؟ دي مصر كلها أوضة وصالة. وين بقى؟ ماشي ماشي، رحمة أمي ما أنتوا بايتين في البيت النهاردة. ماشي. أوف كنا هنموت يا ودي. انت ما تعرفش الواد ده سيف وباز راحوا فين؟ هما طاروا، يبقى اكيد طلعوا فوق السطح. انت يا باز اللي انت عملته ده يخرب بيتك، كنت هتودينا في 60 داهيه. ما انت اللي نفذتني سيف وقعدت تقول لي انت ضعيف انت ضعيف، فطلعت قوتي وادي قوتي بقى. بص عامل فيك ايه بقى، معرفش انا قوتك ايه، بس اتيل على عينك اللي قوتي ده، انت احول بتشوت هنا جت هنا، تقوم تاخدخ الشاشه باظ. يا عم ده انا ابويا حلف بالله ما هيقعدنا في البيت النهارده. احنا لازم نفكره دلوقتي هنعمله ايه. اهم كركر وودي جوم اهم. خلعتوا انتوا بقى، ها عملتوا المصيبه وخلعتوا. اللي انت عملته ده يا باظ يا جماعه، والله العظيم ما كانش قصدي، انا اتحمست شويه فهي جت جامد. اللي حصل حصل بقى، تهيل على خيبتك والله، والله العظيم حمار. حصل اللي حصل بقى، حصل اللي حصل، ده انا ابويا هيعمل منك سيخ كفته. طب يا جماعه الكلام دوت ملوش لازمه دلوقتي، احنا دلوقتي لازم نفكر هنحل اللي احنا فيه ده ازاي. بصوا بقى يا جدعان، انا شايف ان احنا لازم نهربوا من هنا. على فكره سيب عشان تبقى انت عارف، واحنا بنركب الاسانسير ابوك شافنا، يعني هو زمان عارف مكاننا دلوقتي وهيجيبنا. طب ايه، طب يا جدعان يعني ما حدش عنده حل؟ انا عندي حل كويس. قول طب يا ودي. وربنا مع حلكم. يانا انتوا في العماره دي النهارده. بس يا بابا يا ابو سيف اقسم بالله انا ما كانش قصدي، انا كنا بنلعبه بالكوره عادي وغصب عني الكوره كانت في الشاشه. انا اسف ابو سيف بالله عليك، حقك عليا. اعتذر لك خلاص. وانا اصرفها منين انا اسف دي؟ ده الشاشه دي الحاجه الوحيده اللي بتسليني في قعدتي في البيت. طيب دلوقتي احنا مالناش دعوه، اللي كان بيلعبه بالكوره سيف وباز، انا وكركر كنا قاعدين في حالنا. الكلام ده مظبوط، ما تخافش يا ودي، اقف مكانك، احنا ما عملناش حاجه غلط، احنا عشان نخاف منها. انتوا ده انتوا حسابكم معايا بعدين، مطلعين 10 ادوار على رجليا، وانت تقفل في وش ابوك الاسانسير، ده انت نهار ابوك اسود. استنى على الشهر بالله، عشان انا كده خلاص جبت اخرك.
اجري. بقول لك ايه يلا كتير كتير. لا انا فاكر بس ما ينفعش كتير. نعم يا حبيبي والطاقه بتاعتك هتخلص دلوقتي. تعال قولي. طب اجري اجري. ايزي ماما اثبت عندك خد ولا حركه ولا حركه لا يوجد مفر. انت هتعمل ايه انت يا راجل انت؟ ده انا هطلع القطن اللي جواك وهعمل منك بوكسر. لا بقول لك ايه كله الا قطن ما بنتهياش بقى. عيني اجري عيني. ابويا لو عطر حد فينا هيفتقوا. انا مش عارف انا الصراحه احنا يعني ايه اللي وصلنا لكده. المشكله بقى اللي حصل حصل. سببك ما هو اللي حصل حصل ده سببك. احنا اول لما ننزلوا من هنا انا عندي مكان محدش يعرفه خالص ولا ابوكوا يعرف يوصلوا. هنروحوا عليه ونستخبوا فيه ماشي؟ حلو الكلام ده. ربنا يستر. أحيه رحنا في دهية. أحيه رحنا في دهية. أحيه رحنا في دهية. في شعبان في جزمتي. منك لله يا أخي والله العظيم بجد منك لله. تعال تعال خش على المجيب التاني خش. خش انت كمان خش جوه خش. يخرب بيت جناح. قوم يا فندم الالعاب دي فيها مشكله ولا ايه؟ يخرب بيوتكم الالعاب هي دي المشكله يا ست نفسيها. يعني ايه يعني انا مش فاهمك. خلي بالك وانا كركر ابوك شكله داخل يبيع اودي وباص. طب احنا هنعمل ايه؟ طب سيب احنا مش هينفع نقعد من غيرهم. مش عارف بقى كركر. طب يا حاج ما تفكر تاني حتى علشان ولادك اللي واقفين بره دول. يا عم انا فكرت بما فيه الكفايه. انا ولا هفكر ولا نيل. انا قلت دول مش داخلين البيت تاني بس كده. يلا قدام ياض انت اهو على البيت. يلا انا مش مروح غير وباص يطير معايا يا بابا. ولا انا هروح غير وودي معايا يا بابا. وانا حلفت ان محدش من الالعاب ديت مبيت ديلا واحده في البيت النهارده. انتوا مش شفتوا دول عملوا ايه في الشاشه؟ بابا ما احنا قلنا لك يا بابا هو ما كانش قصده. على فكره بقى بابا انت كبرت الموضوع قوي. على فكره بقول لك انت هو انا مش عايز دلع. قدام يلا على البيت انا مش مروح يا بابا. ولا انا ان شاء الله عمكم مروحتوا. خليكم قاعدين في الشارع انا ماشي. قلت لك انت اهو مالكوش بيات هنا النهارده وهتبيتوا في الشارع باللي انتوا عملتوه ده. يلا خش يا رجاله. ها ايه رايك يا حاج؟ عظمه قوي دي احسن من اللي انتوا كسرتوه. لا الله ينور.
اي خدمه بابا اذنهم، هما كده يدخلوا يقعدوا معانا في البيت عادي صح؟ لا ده يدخلوا ويقعدوا ويلعبوا ويأزروا وياكلوا ويشربوا ويعملوا اللي هما عايزين يعملوه، دول منورين والله. دي شاشه 50 بوصه يلا انت وهو. اي خدمه حاج، عيش بقى وزقطت. ها ولا دلوقتي هاخد اودي وخش نلعبوا جوه. قشطه يلا بينا اودي. يلا بينا. بقول لك يا حاج اشكر باز بقى عشان هو اللي ساعدنا ان احنا نجيبوا الشاشه دي. متشكرين قوي يا عم باز، بس ايه ما تزعلش مني لو انا قسيت عليك شويه، انت زي ابني يعني. حبيبي يا حاج ممكن بقى نخش بقى؟ اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، ده انتوا منورين الدنيا والله. تعالى يلا باز يلا خش خش خش. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ هو ده الكلام. ثانية واحدة. هو ده مات سيف وكركر؟ ايوه باشا. في حاجة ولا ايه؟ عيالا دول؟ ايوه باشا دول عملوا حاجة دول ولا ايه؟ مش فاهم. اتقدم فيهم بلاغ بسرقة الشاشة، والغريبة ان هم ما كانوش لوحديهم، كانوا معاهم العاب، فاحنا هناخدهم دلوقتي على مستشفى المجانين. يلا